عروض كرويه متميزه، نفس الشيء بالنسبه للمنتخب الانجليزي خاصه بعد ما غيروا المدرب نتاعهم، معناها الترتيب واصبح في المركز 15، لكن هذا ما يعنيش انه المنتخب التونسي باش يلعب من المنديل، بالعكس المنتخب التونسي باش يلعب حظوظه كامله. اول مباراه لينا يوم 18، الحمد لله انا كنت نحبط اني ما نكونش في المجموعه الاولى ولا الثانيه على خاطر شهر رمضان، وشهر رمضان ينتهي يوم 14 جون. بعد ذلك معنا عندنا 5 ايام تقريبا بعد نهايه رمضان نبداو في مباراتنا الاولى ضد المنتخب الانجليزي، ان شاء الله نتمنوا باش نكونوا جاهزين، نعرفوا الكره الانجليزيه، نلعبوا الند للند، المنتخب التونسي لازم يظهر انه بامكانه باش يفوز على منتخبات قويه، ان شاء الله اختيارنا للمباريات الوديه تقرب للكره الانجليزيه وتقرب للكره البلجيكيه بدون ادنى شك، بدون ان ننسى انه منتخب البنما اللي يحب يكون هو نفسه ايضا مفاجاه هذه المجموعه، اول مره يشارك في كأس العالم وهذه معناها عادي جدا. نبيل، الفريق اللاعبون في حد ذاتهم ليست لديهم الخبرة في كأس العالم، لكن يمكن أن نتحدث عن ميراث الخبرة. منتخب تونس الآن في مشاركته الخامسة، وبالتالي هناك خبرة في المشاركات في كأس العالم. ولا حتى منتخب 78 لما مشى ما عندوش خبرة، وشرف كرة القدم التونسية، وكان أول فوز عربي وأول فوز إفريقي سنة 78، وكان طارق ديال في الاستماع. وطبعا هذا مهم جدا، أنه الخبرة صحيح أنه مهمة جدا، لكن مثل ما قلت التحضير لهذه كأس العالم يلزم نلعبه من غير مركبات، نلعبه معناها باش نفوزوا، نلعبه باش نحقوا ذاتنا، مع أننا ما نخسروا، لأنه نجم نوريه الوجه مشرف للمنتخب التونسي ولكرة القدم التونسية. حاليا معناها عندنا هذه 5 مشاركة لينا، لازم تكون أفضل وأحسن من المشاركات الأخيرة نتاع المنتخب التونسي. شكرا، نتركك لأن الجميع ينتظر السماع عن منتخب تونس عبر مدرب منتخب تونس. شكرا نبيل، وبالتوفيق إن شاء الله. الله يوفقك. شكرا، أعود إليك أيضا.